خلينا ناخد مثال على الباك بروجكشن. لو فرضا عندي ترو ايمج شكلها عامل كده، صفار ما عدا اللي في النص بس ثلاثة. لو انا عملت بروجكشن، انا اول حاجه انا عندي هنا عدد الانونز كام؟ عدد الانونز اللي موجوده عندي هنا 3 في 3، يعني عندي 9 انونز. يبقى محتاج 9 ايكويشنز. 9 ايكويشنز دول هاخدهم ببروجكشنز هنا كده وبروجكشنز هنا كده، ده كده يبقى 3 و3 يبقى 6، محتاج كمان 3 اخدها بقى في اوبليك دايركشن. يبقى خدت مثلا عند 0 45 وكام؟ 0 45 و90. اوكي، فلو انا جمعت كده عشان اجيب البروجكشن زي ده، الانبوت بتاعي بقى فعليا هيبقى هنا صفار، هيبقى هنا 3، هيبقى هنا 0، هيبقى هنا صفار يعني 0، هيبقى هنا 3، هيبقى هنا 0، الجنب ده هيبقى 0 3 0. انا اكشوالي البروبلم بتاعتي بتاعت الريكونستراكشن بتبتدي من الشكل ده كده. انا جايب دي كده عشان ايه؟ يعني يبقى عندي ترو ايمج موجوده واشوف بعد كده اقارن الحل بتاعي هيطلع عامل ازاي. اوكي، فهلاقي ان ده الانبوت بتاعي اللي المفروض يجي لي، والانبوت المفروض يجي لي ده المفروض منه من غير ما يكون عندي علم بده خالص احاول ابتدي احسب بقى الصوره عامله ازاي. فعاده ببتدي بانيشال سولوشنز عباره عن زيرو زيروز في كل حته، وابتدي ابلاي كل واحده من البروجكشنز بقى، كل واحده من الديفرنت دايركشنز دي ابلايت بقى ات اني جيفن تايم. يعني لو خدت مثلا فيرتيكال بروجكشنز دي في الاول، فيرتيكال بروجكشن بتاعتي باخدها بحطها على الايه، بقسمها على النقط بتاعتي اللي كانت موجوده هنا. يعني هنا بحط مثلا هنا اصفار، اوكي، لان دي صفر، اخد الصفر ده اقسمه على 3، هو جاي من 3 بيكسلز، اوزعه على 3 بيكسلز دول. هنا باخد الثلاثه دي اوزعها على 3 بيكسلز، يبقى كل واحده فيهم واحد. الزيرو ده اوزعه على 3 بيكسلز، كل واحده زيرو. طيب عايز ابلاي دلوقتي الداتا بتاعت الهوريزونتال بروجكشنز، الزيرو ده باخده اوزعه على 3، يبقى برده ايه، ما حصلش حاجه هنا، هيفضل زي ما هو. اوكي، الثلاثه دي هوزعها على الثلاثه دول، يبقى معنى كده هزود كل واحده من الثلاثه دول واحد، يبقى معنى كده دي هتبقى واحد، دي هتبقى 2 عشان دي كان فيه هنا واحد، وهتبقى هنا ايه، واحد. الزيرو ده مش هيعمل لي اي تغيير، فده هيتنقل زي ما هو هنا. ابتدي امشي على الدايجونال سلايسز، عندي هنا زيرو، ده زيرو ده جاي من 2 بيكسلز، بيكسل دي والبيكسل دي، فمعنى كده هنا الاثنين دول مش هيحصل لهم اي تغيير. اللي في النص ده 3 جاي من 3 بيكسلز اللي هم الموجودين في النص دول، يبقى معنى كده ازود الدايجونال ده ازوده بواحد، يبقى هنا 1 3 1، يبقى معنى كده ان هنا ايه، زودت واحد. هنا اصفار، يبقى معنى كده ده هيفضل زي ما هو. الصوره اللي انا عملتها من سنجل ايتريشن، المفروض انا افضل ايتريت بقى، يعني افضل ايتريت على الكلام ده. ولما وصلت هنا للكلام ده كده، لو انا بصيت عليه وقارنته بهنا، الثلاثه اللي هنا بقت موجوده هنا، بقى واضح ان في هنا حاجه اكتر من اللي حواليها. في هنا اللي حواليه دول كلهم يعتبروا ارتيفاكس، يعتبروا حاجات غلط، بس تيل انا وصلت يعني زي ما انتم شايفين كده في منتهى البساطه لحل مش بعيد، وبيوضح ان في حاجه على الاقل مختلفه في النص عن اللي حواليه. اوكي، بحل ما خدش مني وقت خالص. وانا كنت فكرت ان انا هاخد الداتا دي واروح لها بقى كتسعة في تسعة لينير سيستم، تخيلوا بقى كان واخد مننا وقت قد ايه. طبعا صعب جدا واحد فينا يقدر يعمل التسعة في تسعة دي بايده. اوكي، فاحنا بنتكلم ان احنا عملنا الحل ده بايدينا في وقت قصير جدا، وطلع لنا حاجه شكلها مش بعيد. فدي طبعا ميزه كبيره جدا 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 في الباك بروجكشن.